احنا اليوم في جهة الشرق وبالضبط في مدينة وجدة لافتتاح دار المقاول. فدار المقاول هي منظومة متكاملة خلقناها خصيصا للمقاولات الصغرى، الحرفيين والتجار، وكذلك المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى، وتتكون من خدمات بنكية ملائمة لهم من جهة، ومن جهة أخرى من خدمات غير بنكية اللي تنقدمها لهم بصفة مجانية سواء كانوا زبناء للبنك أم لا. وهذه المواكبة تتشمل تكوينات، حصص نصح، لقاءات مع خبراء، ولقاءات قطاعية لربط علاقات مع مقاولات أخرى. وباش نكونوا أقرب منهم فإحنا تنقدموا أيضا مواكبة عن بعد عبر المنصة الرقمية وكذا عبر المواقع الاجتماعية. وإحنا اليوم سجلنا أكثر من 230 ألف مستفيد ومستفيدة، وسجلنا أيضا أكثر من 7.5 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وأزيد من 10 مليون على الفيسبوك. بالنسبة لي أنا مستفد من المشروع، والحمد لله دار المقاول انها يعني وفا بنك تجاري ديال وجده، انها وفرت لنا بزاف حوايج، من بينها المواكبه، من بينها اننا استفدنا بالبروجي، ومنها بزاف حوايج استفدنا. وكانت عندي فكره مشروع، انا يعني غير فكره، من بعد تاثرنا من الاساتذه، ومن ان عاونونا بزاف يعني لي بيرسونيل ديال دار المقاول اللي كاينه في وجده. والحمد لله المشروع راه على ارض الواقع، والمشروع ديالي هو يعني سناك عباره على الفاست فود، والحمد لله يعني رانا سامارش وانا خدامين. ونشكرهم على هذه المبادره اللي داروها، يعني اللي عاونوا بها الشباب، انها مبادره زوينه واستفدنا بزاف حوايج، ونتمنوا انهم يتكرروا عده مبادرات، لان الشباب ديال الجهه الشرقيه كيحتاج هذا الشيء. والحمد لله حنا استفدنا، ونشكروا دار المقاول، ونشكروا يعني كاع اللي ساهموا معنا في هذا باش اننا استفدنا من هذا البروجي، نشكروهم. ونشكر الان دي اش هي وقفت معنا وعاونتنا باش خدينا البروجي، والحمد لله استفدنا وراه عندنا البروجي على ارض الواقع. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.